مساء الخير، مرحبا بكم على أثير إذاعة ميد راديو في هذه الأمسية الرمضانية، برنامج حديث رمضاني في أول حصة هذا الموسم. يسعدني أنه يرافقني في تنشيط زميلنا يونس دفقير. مرحبا بك سي يونس. مرحبا بك سي رضوان. مرحبا بالسيد حميد شباط. طبعا نحن في ضيافة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ولكن هذه المرة في دارو في الرباط ماشي في فاس. مرحبا سي حميد. شاد الانتقال، بدلتي العتبة؟ لا ابدا، اذا انا دائما بين فاس ومدينه الرباط. وشنو السر دابا ان الرباط حيث وليتي امين عام؟ لا بطبيعه الحال ما دام ان المركز العام لحزب الاستقلال في الرباط، اذا المفروض على الامين العام ان يتواجد بمدينه الرباط، ولكن السياسه الجديده اللي هي سياسه القرب نتجول في كل مناطق المملكه. ما عمرتيش تضرب على مولاتها جديده ولا شي حاجه؟ لا ابدا لا ابدا. شي ثورية جديدة ولا شي حاجة؟ لا، هو موقفنا احنا في حزب الاستقلال واضح من ناحية التعدد. خفتم ألا تعديله فواحدة، ولا يمكن للرجل أن يعدل ما بين النساء، لا يمكن. من المستحيلات السبع. مادام بدينا تقولوا لي فام دابور، احنا بدينا بهم اليوم. نساء أولا. كان نقاش هذه الأيام الأخيرة على تصريح لرئيس الحكومة حول الموضوع ديال المرأة، وأثر الجدل بزاف. موقفكم انتم مع المساله الصحيه؟ وانا موقفي قلت في حينه، لانه العالم الان والاسلام بدايه هو الذي حرر المراه، وهو الذي حرر العبيد، وهو الذي كرم المراه، ولهذا بالنسبه للمراه هي فاعل اساسي في المجتمع، تقوم بدور اساسي. والمراه المناضله، المراه السياسيه، المراه الاقتصاديه، المراه في كل المجالات، المرأة تدبر الشؤون بحكمة وبصبر كبير وبتبصر. ولهذا المرأة إلى جانب الرجل تمثل مجتمع متكامل. ولهذا تصريح السيد رئيس الحكومة كباقي تصريحات وكباقي الخرجات دائما تسيء إلى الرجل وإلى المرأة مع كامل الأسف. فأنه سواء بالنسبة لوزير العدل مصطفى رميد أو الناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، تقولوا بأن كلام بن كيران على المرأة يعني حمل أكثر مما يستحق وأخرج من سياقه، وأنكم كمعارضة يعني تقلبوا على أي فرصة من أجل التهجم على الرجل بين قوسين. لا، هو كلام السعب الإله بن كيران ليس كلام شخص عادي، وكلام رئيس الحكومة، يعني يعبر عن توجه حكومي، وهذا هو الخطر في كلام رئيس الحكومة، مع العلم أن الكلام كان داخل قبة البرلمان، أي في مؤسسة دستورية. إذن هذا الكلام هو كلام رسمي للحكومة برمتها وليس لرئيس الحكومة لوحده، وهذا ظهر جليا في الحكومة في نسختها الأولى. ولهذا حزب الاستقلال لما طالب بالتعديل من أجل إضافة وزيرات إلى الحكومة، ولكن مع كامل الأسف أضيفت وزيرات، ولكن وزيرات منتدبات. طيب، لحد ساعة لا يقومنا بالدور الذي تقوم به المرأة المغربية في تسيير الشأن العام. إذا سمحتي يونس، نعود نرجع من الأول، مادام جبدنا عبد الإله بن كيران وجبدنا الحكومة، نرجعوا لبداية القصة. مادام حنا في رمضان الناس غادي يبغوا يسمعوا. مرحبا. بعض التفاصيل بعيدا عن التصريحات، بغينا نشوف الوقائع. طبيعة الحال. نعم، نركبوا القصة ديالك مع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة منذ أول لقاء، فاش كنتي كاتب عام النقابة، ما كنتيش أمين عام أنا ذاك ديال الحزب، وقلتي ما يفيد مباركم سعود عبد الإله بن كيران والمغرب راه غادي يربح واحد الحاجة كبيرة. عاود لنا أول لقاء لك به ملي رجع رئيس الحكومة وأنت أنا ذاك كاتب عام النقابة الاتحاد العام الشغالي في المغرب. نعم، بطبيعة الحال أنا تم الدعوة ديالي من طرف رئيس الحكومة آنذاك من بعد تعيينه ككاتب عام لنقابة الاتحاد العام الشغالي، لأنه اتصل تقريبا بكل كتاب العمول للنقابات الأكثر تمثيلية. إذا يمكن نقول النقاش ما دامش أكثر من حوالي 40 دقيقة. أنا شخصيا لم أستفيد من أي موضوع من المواضيع، ولم أتطرق لأي موضوع من المواضيع اللي مطروحة على الحكومة بعد انتخابات سابقة لأوانها، واللي جات بعد حراك مغربي وعربي، وجات بعد دستور جديد. ولكن اللي اكتشفت في ذاك اللقاء وقلت يمكن يكون شيء ما من الإيجابية، هو في ذلك اليوم كان تعيين السي فؤاد علي الهمة في الديوان الملكي، ودخل رئيس الديوان الحالي اللي هو السي معتصم، احنا في اللقاء وخبر السي بن كيران على أنه تم تعيين السي فؤاد علي الهمة
الديوان الملكي. واللقاء فين كان؟ في المقر ديال الحزب العداله والتنميه. مقر حزب العداله والتنميه. شكون اللي جا؟ جمال المعتصم. جمال المعتصم هو الذي اخبر رئيس اللي هو رئيس الديوان اللي عند رئيس الحكومه. اذا قال له دوزوا لي نهضر معاه شويه. جا قال له لا التليفون ما تيقبضش. عاود شويه ولا قال له ها هو في الهاتف. وانا تنتصلت سعد الى بكيران قال له بالحرف وهذه دعامه لحكومتي تنهنيك ولا سمعتي شي تصريح شي جريده راه تيكون طالع لي الزعاف وما ديش عليا وحنا غادي نخدموا جنبا الى جنب. شويه خرجت انا زعما تنقول ربما تكون الاجواء تصفات لان الانسان تينتقل من مسؤوليه الى مسؤوليه طبعا. اذا تولي انسان اخر ولان المنصب هو تبدلت الامور. فوالا تبدلت الامور. خرجت درت تصريح وسائل الاعلام وقلت نهني وسعد الى بن كيران ونتمنى له التوفيق وحنا غادي ندعم هذه الحكومه وغادي نشاركوا مع العلم انا ذاك المجلس الوطني لم ينعقد بعد ليقرر المشاركه من عدمها. اذا قلت اننا سنعمل من اقناع الاخوه في المجلس الوطني لنشارك في هذه الحكومه لان التجربه هي مسؤوليه كل الاحزاب السياسيه لانجاحها. وفي هذه 40 دقيقه شنو جرى؟ اذا شنو وقع؟ اذا من بعد تنقرا عاود بعض الجرائد وتنشوف عاود النقد اللاذع ديال رئيس الحكومه السي فؤاد والبام والى ذلك. يعني تنقول واش كنت انا جالس حقيقه مع رئيس حكومه ولا مازال يمشي جود المعارضه وما الى ذلك. اذا هنا قلت ان الانسان تنظن ما غيتوفقش في العمل ديالو. لا 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 السياسه لا في العالم لا سياسه اخلاق بالنسبه لحزب الاستقلال تربينا تربينا على المبادئ وعلى القيم الحفاظ على التوابيت. السياسه هي اخلاق. السياسه هي اللي تجعلك انك الناس تثق فيك كسياسي. هاد السياسه اللي بدينا تنقولوا هذا غير كلام سياسي وهذا كلام سياسه هي اللي جعلتنا اننا كاين واحد الانفصام ما بين القواعد وما بين القياده. السياسه هي شيء واحد هو خدمه المواطن المغربي وخدمه الوطن. والسياسه تستافد منها الشعب المغربي. ولهذا ما نقولوش لا داكشي اللي تيتقال في الكواليس ماشي هو اللي تيتقال في العلن. احنا بالنسبه للحزب الاستقلال خريطه الطريق واضحه بالنسبه الينا. اذا خصومنا واضحين اصدقاؤنا واضحين ما عندناش اللغه مزدوجه لان هنا نهضروا بهذه اللغه وهنا نهضروا بهذه اللغه. وهذا هو اللي جعل الناس اليوم تتفقد الثقه في السياسه وفي السياسيين لان ما كاينش وضوح الرؤيه. كنقول استشارات ان هذا الاجتماع ديال 40 دقيقه اللي قلتي بانه ما كان فيه حتى شي موضوع مفيد نهائي. وكذلك نهائيا كياكد لي انا نهائيا لا لا الواقع ما يمكنليش نقول لك انه السيد عطاك خريطه الطريق. يمكن جمله واحده تنقول خص دابا الان واش اللي طرحت لان انا غادي كنقابي خص يكون حوار اجتماعي. خص هاد الاعتصامات وهاد الوقفات الحكومه تفتح حوارات باش تحاول تحل هاد المشاكل. الناس كانوا محتلين الادارات كاين نقابات كانت عندها مشاكل. ولكن الجواب ديال السعد الى بكيران ادهشني انا ذاك لان قال لي بالحرف الا وقفوا هاد المظاهرات راه مشينا حنا. يعني كان والله نفس الواقع يعني ولهذا من بعد واحد 15 يوم اول نقابه اللي تمسات من طرف عبد الاله بكره هي نقابه الاتحاد العام للشغالين اللي تقصات طرف المدير العام لاداره التكوين المهني وخلق مشاكل فظيعه. ومن هذه المؤسسات يجب بدايه الحرب على الفساد لان يعني لما هذا الشعار اللي رفعوا الاخوان ديال محاربه الفساد والاستبداد الفساد موجود وبالتلائي وبالحجاج والاخوان في النقابه جابوا الفساد. ولكن السعد الى بن كيران بعث مجموعه من رجال الامن وطوقوا المقر والاخوان ديالنا في النقابه كان تم ارهابهم واخراجهم بالقوة من المؤسسه ديالهم اللي هي الاداره العامه. ومن هنا بدات الحرب على الحركه النقابيه. اذا كنقول ان الموقف ديال حميد شرف النقابي من عبد الله بن كيران والحكومه ديالو سبق الموقف ديال حميد شرف السياسي الامين عام حزب الاستقلال من نفس الحكومه. او الا بغيت نقول واش الموقف ديال حميد شرف النقابي في هذا الاجتماع ديال 40 دقيقه هو اللي غادي يحكم من بعد في الموقف ديال حميد شرف السياسي؟ لا الامر يختلف لان حزب الاستقلال خصوصا بعد المؤتمر 16 اللي عشنا ديمقراطيه داخليه حقيقيه. يعني السنة كلها خدناها حملة انتخابية
البرنامج اللي كان عندنا برنامج محكم اللي كان عنوانه العريض هو تغيير فيه 19 نقطة مهمة جدا باش حزب ينتقل من أشخاص إلى مؤسسة. إذا الحزب الاستقلال هو حزب مؤسسة، والقرارات اللي تأخذها الحزب وعن طريق مجلسه الوطني اللي هو برلمان الحزب واللي تيكون فيه النقاش بكل حرية، واللي هو مجموعة ديال الأطر ديال النخب ديال الحزب اللي هما تياخذوا هاد القرارات. إذا لا ما كاينش خلط ما بين القرار النقابي أو الموقف النقابي مع الموقف السياسي. كل موقف نقابي تبقى نقابي اجتماعي، وكل موقف سياسي شيء آخر. ربما يعني إذا خدينا كرونولوجي الحدث، أن الموقف ديال أحد الانتشارات السياسية على رأس الحزب الاستقلال من الموقف الحكومة مشى بواحد الشكل متسارع. طرحتوا أمين عام ديال الحزب الاستقلال، طرحتوا مسألة ديال الوزراء الاستقلاليين، طرحتوا الأولوية ديال البرنامج الحكومي، وبسرعة زمن القرار ديال الانسحاب من الحكومة. هذا كله كيخلي أنا طبيعي، أنا أش نقول لك طبيعي. اولا اذا سمحتوا نمشيو بشويه بالكرونولوجيا يونس، هذا كان اللقاء ديال 40 دقيقه، امتى تلاقاو مره اخرى؟ لا ما سامع لا الساعه ديال المطلع رئيس الحكومه بقى يتلاقى حد الساعه الاله بها معتصم، كاينش لقاء لا مع قيادات نقابيه ولا مع قيادات سياسيه. كانت بعد جوج لقاءات ولكن في الوزارة الأولى، بالنسبة للقاءات اللي كانت تنهيئوا الحوار الاجتماعي، ولكن الأخير ما كانش حوار اجتماعي. اللقاء الأول جاء السعب إلى الكيران تنظن بشهر شتنبير، وأبلغنا أن صاحب الجلالة كلفه باش يفتح حوار مع مركزية النقابية. إذا بقى سنة بدون حوار، كلفوا صاحب الجلالة وقلنا ممكن تكون بداية خير، ولا نهائيا كلفني صاحب الجلالة. ولا هي الجملة السعب إلى الكيران، إن الإنسان اللي تيكون ضعيف دائما تيرمي المسؤولية على الآخر. فهو هي الأزمة السعب إلى الكيران كرئيس الحكومة، كرئيس حكومة كان يكون ناجح كأمين عند حزب، هذا تيبقى شأن داخلي ديال حزب العدالة والتنمية، ولكن بالنسبة لرئاسة الحكومة هذا هو. إذا أول ما بدأ تنظن ذاك الوقت كان خرج شي مقال في جريدة الأيام تنظن أن علاقة عبد الإله بالكيران بالجيش يستعد، شي جملة بحال هكذا شي عنوان كبير. وجاء عثمان نهضروا على النقابة، وهذا جيب لي ذاك الأيام جاب حطها، واش أنا ندير انقلاب، واش أنا مع الجيش، واش أنا واش أنا. إذا كان رد الفعل ديالي واضح، نجينا من أجل مطالب. ولهذا قلت له نصيحة لله، أولا ما تقراش، عمل والناس غادي يحاكموك على العمل اللي غتقوم به، لان اليوم انت في المعارضه، اليوم انت تدبر شان الحكومه باختصاصات واسعه ما كانتش حتى عند وزير اول سابقا. اليوم تقصك تعمل وتنفذ البرنامج الحكومي اللي هو ديالنا جميعا. هذا البرنامج الحكومي لما تنفذه الجميع سيحترمه، لان الناس الان تتشوف النتائج وتحكم على التجربة بالملموس، ماشي بالكلام ماشي بالهضره. وخلي الجرائد هذه وسائل ديال الجرائد مستقله وحره، لا تعبر. يمكن تيجي شي صحفي تيبان له انه واش تيطرح اسئله، واش كانت اسئله في السابق وقع ما وقع. اذا هاد الاسئله تتكون مشروعه احيانا. انا كصحفي تقصى بعض الحقائق في بعض المواضيع، تندير رايي، رأيي واش صحيح ولا ماشي صحيح، ولكن هذا ماشي تيجعل أن رئيس الحكومة يوقف على العمل لأنه قرأ مقالة اللي ستهمه. غادي نوقفوا حنا اجتماع ديال الحوار الاجتماعي. شنو بان لكم؟ إذا كان ذاك اللقاء الأول والأخير. اللقاء إذا كان اللقاء ديال كنقابي مع كان أو اللقاء الأول بعد تعيين في منزل في سميتو في المقر ديال حزب العدالة والتنمية، الثاني رئاسة الحكومة، الثالث كان اللقاء اللي مع المركزيات النقابية. ولكن هذا اللقاء كان أولا إعداد الميزانية، كان تم ميزانية وصلت لمجلس النواب، وكان وعدنا أن يكون لقاء قبل باش نعطيه رأينا مشروع الميزانية. ولكن توصلنا للوزارة الأولى عاد تحطنا جدول الأعمال، يعني مستدعين دعوة الاجتماع العاشرة صباحا، احنا جلسنا في العاشرة صباحا عاد تحط جدول الأعمال اللي فيه عرض ديال وزير المالية، عرض وزير التشغيل، عرض عدة وزراء، وحنا جايين. وعاد غير يعرض عليا تما، كنت خديت كلمة، كنت قلت لرئيس الحكومة أنا شغير مقبول. احنا أولا احنا حركة نقابية، عندنا بدائل، عندنا رأينا فيما يخص مشروع الميزانية خصنا نعبروا عليه،
كطبقة عاملة تنشاركوا في التنمية البلاد وفي اقتصاد البلاد، عندنا أطور ديالنا، عندنا كفاءة نعطيه رأينا. ولكن اليوم ميزانية خدت خطوات كبيرة راها في البرلمان تدرس، وعاد غتعطيونا عرض اليوم وفي هذه الدقيقة ستعطيونا جدول الأعمال، هذا غير ممكن. ولهذا تنظن أن البداية في شلاس ديال الحوار الاجتماعي، الحكومة ما عندها ما تعطي للحركة النقابية ولا للشعب المغربي، وسحبنا وخرجنا الساحة ديال رئاسة الحكومة وقرينا فاتحة آنذاك ترحما على حكومة السعد الإله بكيران، وكذلك كان القرار. زال سبقة، وها هي الجنازة اليوم حاصلة أن كان تصور ما واضح. تفضل يوز، تفضل. من الأجواء الرمضانية دخلنا في الروحانية بزاف. هذه الفاتحة التي قرأت، يعني إحنا دلوقتي 2012. إيه كنتي أمين عام لك ساعة ولا مازال؟ لا مازال. ها باش نشوف لها من بعد. يعني باقي نتقلوا في السنة الأولى ديالنا تنهيئوا الميزانية. هذه الفاتحة عند الحكومة، سقف المطالب كان مرتفع. لا ماشي سقف المطالب مرتفع، بعد ما كاينش اللي يناقشك المطالب. لا ماشي يطالعوا الملفات عندهم منذ سنوات، الملفات عندهم كان المحضر ديال 26 ابريل 2011 موجود، توقف 2011 لحد الساعه لم يفعل، ما تم تنفيذه في عهد الحكومه السي عباس فاسي. راه تنفذ حد الادنى للتقاعد 1000 درهم، تنفذ 600 درهم لكل تنفذات، النقص من الضريبه على القيمه المضافه، يعني بعض المسائل اللي تنفذات. ولكن المسائل اللي وعدت بها الحكومه تنفذ في 2012 وحنا في 2014 لم يتم تنفيذ ما تبقى من تنفيذ هذا المحضر ديال 2011 26 ابريل. ولهذا ما يمكنش يجي شي واحد يقول ما عطيناهمش فرصه. اداره مستمره، الاداره ما كانش قاطعه. المغرب ما بداش في 25 نوفمبر 2011 مع حكومه السي عبد الإله بن كيران. المغرب كدولة هذه 12 القرن وزيادة، وكشعب هذه آلاف القرون، والمغرب حاضر. ولهذا ما يمكنش الإنسان يجي يقول اليوم أننا ما عطيناش فرصة. عطينا فرصة السنة الأولى والثانية والثالثة، إذا فوقاش هذا السيد غينفذ برنامجه. طيب سيد حميد، احنا سي حميد بغينا ندير واحد العملية الاسترجاع باش نفهموا شنو واقع دابا من خلال المعطيات ديال داس. قلنا ثلاثة ديال اللقاءات، ولكن ربما كان سابقها تصريح ديال عبد الإله بن كيران فسولوا عليك في برنامج حواري قال لهم هذاك عفريت. يعني يمكن العلاقة ديالكم بدات، هو كان شام بأنك واقيلا مقرب لحزب الاستقلال جاي القيادة، واش بدا التشنج في ديك اللحظة اللي كنتي كتشوف فيه وكتهضر معاه؟ لا التصريح جا في واحد السياق، هذاك السياق لأن كان جا الحوار برنامج حواري. إذا كان واحد السياق وكان عدة لقاءات أنا ذاك، وخصوصا وحنا في الآلية ديال الدستور أنا ذاك صندل تنشتغلو. ممكن في ذاك الاشتغال اكتشف طريقة وجرأة باش يتكلم حميد سبات في جميع اللجان اللي مرات، خصوصا الآلية ديال الدستور اللي كنا تنهضرو بكل وضوح وبكل شفافية. وتعرف موقفي أنا ذاك، الحزب الأغلبي أنا ذاك اللي تأسس في الانتخابات 2009 والمعركة طبيعة الحال المعارك اللي كانت مشات، وانا كان قلبي بيني وبينه. وحنا في الديوان الملكي وحنا تناقشوا داخل الآلية الدستور اللي كانت تترأسها المستشار الملكي السي معتصم، قال لي هادشي كله تتقول انت هنا، انا هادشي ما بقاتش الجرأة بزاف. من اين ذاك هذا؟ مسألة إيجابية، ولكن بعد ما استعمل هاد المصطلحات في اتجاه آخر هنا فقدنا المصداقية للعمل السياسي والأخلاق السياسية اللي هي مبنية على الوثائق الوقائع. ولهذا رئيس الحكومة لما فشل ديالو تيرميه دائما على الآخر، ما خلاونيش نخدم، تيعرقلو لي كاين الدولة العميقة، اليد الطولة، التمساح، العفريت. تما ضعنا أنه أنا معاه في الحكومة لما تحملت مسؤولية كأمين عام تم انتخابي، الرجل تتقول له واش عندنا شي مشروع مجتمعي قدمناه وشي واحد عرقلو لنا؟ إلا كان شي واحد تيعرقل ماشي للسي عبد الإله بن كيران، راه تيعرقل للأغلبية الحكومية، حنا مشاركين. أعطينا نوعية العرقلة، حنا غادي ندافعو، حنا غادي نناضلو، حنا غادي نقاومو. ما يمكنش هاد الشيء كله دستور جديد وانتخابات السابقة لأوانها. واش كانت هذه مؤامرة على حزب الاستقلال اللي كانت يقود الحكومة؟ أبدا، هذه كانت واحد العملية للمغرب في بعض المحطات، وخمسة المحطات للمغرب عدل الدستور ديالو، لأنه كانت أحداث وكانت وقائع وكل مرحلة كانت عندها طابع ديالها. لكن هذه المرحلة اللي كان واحد الحراك عربي،
إذن المغرب اليوم خصو يتعامل بطريقة جديدة على مستوى الحكومة. لأن وزير الأول السابق وزير الأول السابق ما كان عنده تخصيصات، ما كانش تا مجلس الحكومي مبصر نهائيا. اليوم لا، رئيس الحكومة عنده اختصاصات واسعة. اليوم رئيس الحكومة راه يمكن له يغير الدستور. اليوم رئيس الحكومة حتى اللي ما فاهميش المغاربة ويجي يقول لك أنا متعرقلو، ليش كنت يعرقل لك يا أخي؟ أنا مازال اليوم تنبحث شكون، واش جبنا شي ورش كبير بحال الأوراش الكبرى اللي انطلقت في هذه الحكومة السابقة ورفضها لنا شي واحد؟ واش جاو اجتمع مع الحركة النقابية وعطاهم زيادة في الأجور ولا شي واحد قال له لا؟ واش جا وقرر أنه يخلي الدعم على هذه المحروقات ويدير بدائل أخرى اللي اعطيناها له كحزب وجا شي واحد عارضه؟ بالعكس، تياخذ قراراته وتياخذها بكل شجاعة وتقول أنا شجاع لأنني نزلت في الأسعار، أنا شجاع لأنني نزلت في الضرائب، أنا شجاع لأنني وقفت التوظيفات في الوظيفة العمومية، أنا شجاع لأنني عاقبت الأساتذة لأنهم احتجوا على مطالبهم ودخلتهم السجن وحاكمتهم. إذن هذه الشجاعة كانت لصالح الشعب المغربي، ما كان حتى شي واحد غادي يوقفه، علاش ما وقفوش على هذا الشيء؟ إذن كل قرارات تاخذها هو. ولهذا هذه التسميات زعما أنا كأمين عام حيت خصنا نتلافاوها، اللي عنده شي مسؤولية خصو يقوم بها، والإنسان تحمل هذه المسؤولية والله حمل له هذه المسؤولية خصو يتحملها. ولكن مادام انه انا غير قبيله وقعت لي صدمه، غادي للمركز العام للحزب تنشوفوا موطار السياره ديال رئيس الحكومه موراه طوموبيل غادي في الدوزيام بوزيسيون، الضوء الاحمر الاول الثاني دازوا للدار ديالو كانه هربان، حرق الضوء الاول والثاني والبوليسي في الاول والطوموبيل موراه، وحنا تنشوفوا واقفين كل الشعب تيشوف. شو بغيتي هذا الشعب يقول؟ كان زربان وقيله، خلينا زربان غير شي شي يتغدى. هذا الشيء راه تنقول لك هذه راه الربعه العشيه ربعه الارب بالضبط. اذا ملي تشوف هذا السلوك من رئيس حكومه، سلوك ديال رئيس الحكومه اللي تيحرق الضوء الاحمر الملك تشوفوه اللي هو رئيس الدوله وامير المؤمنين في المدن كلها، تيكون صايب يدو تيحترم الضوء الاحمر ولا شي بوليس يفتح الطريق تيتعاقب. يعني الملك حتى هو رئيس الحكومه تقول لك الضوء الاحمر الاول والثاني ودار هذا، كنت تكون شي حادثه لا قدر الله، لا قدر الله في هاد العواج لا نولي موسيقي تفضل. لا تنقول لك زعما هذا الحوادث هذا الشيء اللي تيألم الشعب المغربي. انت هذا علاش العزوف، وهذا علاش ما بقاش تامن بالخطاب السياسي. الصوره اللي خديتي هكا قابل من خلال هذا الاجتماع في نفس الوقت اللي كان حزب الاستقلال القيادة السابقة ديالو عنده تصور آخر في شأن الحكومة، واش التصور اللي خديتو كان قابل؟ هو أولا استياء الاستقلاليين والاستقلاليات في بقاع المملكة من مشاركتنا في الحكومة كان واضح، لأن مشاركة باهتة حقائب لا تمثل قوة حزب الاستقلال ولا الكفاءة المتواجدة داخل حزب الاستقلال ولا تواجدنا داخل البرلمان بستين برلماني الآن 61 برلماني نحن الحزب التالي، ولا التشارك اللي كنا تنأمله أنه يكون ما بين مكونات الحكومة. هذا كان واحد استياء عارم هو اللي جعل أنه عجل بالمؤتمر يكون قبل الوقت ديالو لأنه سابق لأوانه، واللي جعل أنه تكون 9 شهور ديال الحراك أو ديال الرابع السياسي الحقيقي داخل حزب الاستقلال. إذا سمحتوا هذا الرابع ديال أول هذا المعطى أول لا بد من شره. نوقفوا في واحد الفاصل نسمعوا شوية الموسيقى ونرجعوا نهضروا على المؤتمر ديال الحزب. مرحبا. إذا فاصل ونرجعوا لمواصلة هذا الحديث الرمضاني مع السي حميد شراط الأمين العام لحزب الاستقلال طبعا. إذا نعود إلى هذا الحديث الرمضاني في ضيافة السي حميد شراط الأمين العام لحزب الاستقلال في الجزء الأول. نذكر أنه كرافقني في تنشيط يونس دافقير في الجزء الأول يونس تكلمنا على محطات أو تكلم السي حميد على محطات لقاء الثلاث الأول ديال 40 دقيقة من بعد ومن بعد ربما من بعد غتوقع القطيعة. كنتي جيتي سولتي على المسألة ديال سما هو الربيع الرابع انا حول كيف شكلت القناعه ديال الموقف من الحكومه وانتقال النقابه الى الحزب، وبدينا في حديث ديال انه كان استياء ديال الاستقلاليين من تمثيليات حزب الاستقلال في الحكومه او ما سميتيه الاستشافات بالربيع داخل حزب الاستقلال. مزيان نفهموا اولا شنو اللي خلى حميد الشاباط يفكر في خلافه عباس الفاسي على راس حزب الاستقلال،
شكون اللي زعم واحد ماشي من الاسره ديال ال الفاسي انه هو يدخل المعمعه؟ لا هو لا طرحنا هذا السؤال غنطرحوا شكون اللي زعم حميد صفا تكون عمده ديال فاس وهو من قبيله البراز. شكون اللي زعم حميد صفا تكون كاتب عام ديال الاتحاد العام الشغالين بعد واحد الهرم الحركه النقابيه اللي هو عبد الرزاق فيلال؟ اذا هذه الاسئله كلها انا بالنسبه لي دائما تنقول بان المدرسه الواقعيه ودائما تنشتغلوا بدون ما يكون عندك واحد الافاق يعني اللي تمكن فين غتوصل، لان الانسان ما عندوش حدود فين يمكن له يوصل. يعني اولا كاين القدره الالهيه، وثانيا كاين القدره ديال الشخص، وثالثا كاين المعامله، لان الدين المعامله. اذا انا بالنسبه للامانه العامه نخلي المسائل الاخرى، انا دائما يمكن نقول في الحركه النقابيه كنت دائما اؤمن بان اكون الرجل الثاني في اي موقع من المواقع، ولكن في عده مراحل وهذه التجارب لما تتشتغل مع واحد الشخص معين تصبح هو الرجل الاول، دائما هو الذي يكون لك العداء وهو الذي يخلق لك المتاعب في حياتك. هذه جربتها على مستوى مدينه فاس وفي الحركه النقابيه، لانه الناس دائما ما تفتحش الابواب الكفاءات والطموحات ديال الناس، دائما تتغلق الابواب في وجه كل انسان طموح تواق الى الاحسن. اذا ما قلت واذا بقى الانسان دائما يشتغل مع الاخرين، اذا علاش ما نجربوش؟ بدات تجربه بمدينه فاس والحمد لله كانت نتائج جد ايجابيه. اذا انتقلنا للحركه النقابيه، جاء الموضوع ديال الحزب. موضوع ديال الحزب انا في عده لقاءات وتنظمتها معكم في ميد راديو، انا كان عندي واحد الاسماء شباب ديال الوقت اللي اطور كفاءات ولاد الحزب، تنقول وبركه من التحكم في واحد الحزب اللي هو تاريخ المغرب. مايمكنش نهضروا على مرحله الحمايه بلا ما يكون حزب الاستقلال حاضر بقوه، ما نهضروش الحركه الوطنيه ما يكونش حزب الاستقلال، الزعماء القاده الاوائل الرواد. اذا واحد الحزب ديال 80 سنه لي يتقن تدبير المراحل الصعبه بامتياز وجربها، وهذا بدلائل. اذا قلنا جاء الوقت، حل الوقت باش تكون واحد الديمقراطيه داخليه داخل الحزب اللي كان دائما التوافق حول منصب الامين العام. بطبيعه الحال كاين عائله، نحترم احنا العائله داخل حزب الاستقلال، احنا كلنا عائلات صغرى ولكن تشكلوا العائله الكبيره. فرق ما بين عائله وعائله هي هناك عائلات تشتغل في مناطقها في مؤسساتها وتجيب النجاحات لحزب الاستقلال ولكن لا تستفيد من التعيينات. اذا كاين عائلات اللي تيشتغلوا باش يجيبوا الاغلبيه باش يشاركوا في الحكومه ولكن تقصى المسؤوليات، وكاين عائله اللي هي تستفيد من كل مجهودات هذه العائلات في مختلف مناطق المملكه. لان احنا بالنسبه لنا انا الوضع بالنسبه لي كان غير مقبول. سي عبد الواحد الفاسي في عده لقاءات اللجنه التنفيذيه تقول سي عبد الواحد ما تبقاش تقول لي انا نجل عبد العلام الفاسي، بغيتك شي نهار تقول لي انا عبد الواحد الفاسي وانا ها برنامجي وتجديد داخل الحزب وكيفاش غادي نقود الحزب شو هو العمل اللي غنقوم به. ولكن كتاب لك ودخلتي غير لانك ولد علام الفاسي اللجنه التنفيذيه، تدوز دائما تصوت عليك بالاجماع انت الاول عاد تنزل الاخرين، الحكومه تدخل لانك ولد علام، هادشي انت احنا كلنا هذا الشعب كله ممنون النضال والكفاح اللي قادوا على الفاسي وقادوا المختار السوسي وعبد الخالق الطريس ولا يكمل وعبد الكريم الخطابي اللي بدا هذه المعركه سري وحموزة، يعني واحد اللائحه طويله، عبد العزيز بن دريس الفقي غازي. اذا هاد الناس كلهم ناضلوا وقاوموا هذا ولكن ما بقاوش وارثين، الارت انتهى في حزب الاستقلال. ولهذا هذا الشيء ما يمكنش. الاخوان اطور وزراء سابقين نساء ورجالا، اذا كلهم عبروا لي وقالوا لي وما دام انه كاين سي عبد الواحد الفاسي اذا تيصعب علينا نترشحوا ضد ولد علال الفاسي. تقول لهم هذا ولد علال الفاسي الرجل في عمره 65 سنه، وحنا تنقولوا ليس الفتى قال الشاعر، ماشي ليس الشيخ، هذا راه شيخ 65 سنه، راه متقاعد 65 سنه، بقاو تقولوا لي ولد الزعيم ماشي ما فيش واش. لا احنا شوف انا ما قالش في الزاويه او الزوايا، راه كاين الوقار كاين هذا، انا ماشي في حركه الاصلاح والتوحيد للمريد والشيخ، احنا في واحد الحزب سياسي لا اقتنعت بشخص معين خصني نقول قود المعركه. اذا ما اقتنعتش كنت قلت انا في جميع هذا، كنت قلت
سي كريم غلاب، قلت حدي الدويري، قلت ياسمين بهدور، كنت قلت توفيق حجيرة، قلت ديزار، قلت عدة أسماء تنقلوا راه الحمد لله حزب الاستقلال كفاءة عالية، لأن الإخوان الشبيبة كانوا عاد تتهيئوا اليوم الحمد لله. يمكن نقولوا عبد القادر الكيعان، يمكن نقولوا عادل، يمكن الجميع قال في لا نازل سي عبد الواحد الفاسي احنا يمكن نقول. إذن قلت جات واحد المسؤولية تاريخية ديال حميد شباط اللي خصو يقود هذه المعركة. واش ماشي حميد شباط الوحيد، مجموعة من الأطر، مجموعة من الشباب، مجموعة من النقابيين، مجموعة من المرأة الاستقلالية، يعني في كل المناطق اللي كانوا مساندين هذه الفكرة. لأن ما بقاش مقبول هذا الحراك اللي تعيشه العالم أننا نبقاو غاديين على نفس النهج. أنا مثلا ما بقاش مستعد لواحد الفاسي لا، احنا في واحد المرحلة اللي تنقولوا دائما كل مرحلة عندها رجالتها. ما يمكنش واحد المرحلة اللي السي عبد الواحد الفاسي غير قادر على تدبير شؤون الحزب. علاش؟ لأن عدة معطيات. أولا ما نضلش إلى جانب القواعد، ما تمرش، ما بداش من كتابة الفرع أو من الخلية للدائرة للفرع المكتب الإقليمي الجهوي للقيادة. حميد شباط ضحى داخل حزب الاستقلال. حميد شباط في 89 ترشح الأمانة العامة لحزب الاستقلال مع السي محمد بوستة 89، وقدمت الطلب ديالي كتابة للسي المجاهد السي عبد الكريم غلاب اللي كان رئيس المؤتمر، وبقات المفاوضة 3 أيام ديال المؤتمر باش يتنازل حميد شباط. ولكن أنا داك قلت شوف خصنا غير نرسخوا واحد العقلية داخل الحزب ديال الديمقراطية. ولكن هاد الأسماء اللي كانت وازنة ما بقاتش اليوم كل شيء تقدر. ما يمكنش تقرر لي السي محمد بوستة مع ولد فلان، وتا غدا نجيبو ولد فلان وانا ولدي غدا حيت انا امين عام هو اللي عاود خصو يولي، ما بقاش مسموح به اليوم. الكفاءة والعمل اللي تيقوم به الاستقلالي داخل دواليب الحزب، المردودية ديالو، الالتزام ديالو على الخط الوطني، هو اللي تأهلو باش يمكن له يترشح شي منصب من المناصب المسؤولية داخل الحزب الاستقلالي. إذن كان عندنا نقاش طويل داخل اللجنة التنفيذية، نقاش طويل في القواعد، تجولت المغرب كله مع مجموعة ديال المناضلين اللي كانت قائدة هذه المعركة ديال التنفيذ. كان عندنا جوج نقاط أساسية. إذا كانت الوثيقة 11 يناير 1944 ركساس على جوج نقاط أساسية: تحرير الأرض، تحرير الفرد المغربي من العبودية عن طريق الديمقراطية. جوج نقاط أساسيين، ولازلنا داخل حزب الاستقلال نناضل من أجل استكمال ما تبقى من الأراضي المغتصبة، سبتة ومليلية وجزر الجعفرية تندوف كولوم الشهر لقناه 7 المناطق، ولازلنا داخل حزب الاستقلال تندافعوا تناضلوا من أجل الكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية. إذن حنا في هذه المرحلة قلنا جوج حوايج: أولا ترتيب البيت الداخلي ديال الحزب، ثانيا باش نزيدوا للحكومة، ثانيا مراجعة وضعيتنا داخل الحكومة. إذن هادو جوج نقاط، لا جوج نقاط أساسية كانت في الحملة الانتخابية ديال الأمين العام والفريق ديالو اليوم. هو أولا ترتيب البيت الداخلي واسترجاع الأمجاد ديال حزب الاستقلال عن طريق العمل اليومي والتنظيم داخل الحزب، والثانية مراجعة مشاركتنا داخل الحكومة. احنا لسنا مكملين ولسنا تابعين للحزب الحاكم، ولكننا حزب عنده استقلالية القرار، عنده برنامجه يجب أن ينفذ داخل الحكومة. هو جزء من ما كان يجري في الكامل بصورة يكون كأمين عام لحزب الاستقلال، لا الحزب كيف قلتوا عنده شروط أخرى، مراجعة وضعية الحزب في الحكومة، سواء التنزيلات في القطاعات، سواء حجم الوزارات اللي كيسيرها. في أول لقاء ديالكم مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيلاب كأمين عام، واش طرحتوا عليه هذه الشروط؟ واش كان رد فعل الأول ديالك؟ أول لقاء باش نكونوا واضحين، لما التقينا اللقاء الأول تيكون لقاء مجاملة يمكن لي نقول، ولكن حتى هذه المجاملة ما كايناش في السعب الإعلامي. ما كانش لقاء صحيح، أنا قلت التليفون معي أنا قلت خلي التليفون دابا دينا تنتناقشوا اللقاش الأول. الرجل يجيبوك أنك من اللي طلعتي أنا ما تنعش، طلعتي ما تنعش. علاش؟ لأنني اللقاء الأول قلت له الميثاق الأغلبية خصو يجب إعادته،
احنا اربعه الامناء همون باي صفه تترأس علينا الاجتماع الدائم؟ احنا معنا ما عندكش معك في الحكومه وما عمري نكون معك وزير. انا امين عام حزب استقلال، حزب عنده تاريخ، هضر معايا كامين عام حزب استقلال. كل لقاء يترأس امين العام من الامناء العامون، احنا ماشي مكملين جينا نكملوا شي واحد. احنا من اجل هذا الوطن وخدمه هذا الوطن والدفاع عن مصالح الشعب المغربي والاستمرارية ديال الدولة، من أجل هذا الشيء باش نشاركنا في الانتخابات ونكملوا الأوراق اللي بديناها في المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي والحقوقي بجميع المجالات. ولك الرجل لا يشارك أي حد في الحوار، كان يقول لك 12 اجتماع اللي مرات معاه وإحنا داخل الحكومة، ولا نهار واحد جبنا ملف من الملفات ديال المقاصة مثلا تهضر على المقاصة، قالنا شو رأيكم؟ رأينا كان واضح، قلنا هذا خصو حوار وطني، هذا راه القوت اليومي ديال المواطن، راه غرهنوا المغرب في ديون خطيرة من الخارج ومن الداخل اللي اليوم كارثة الديون. جاوبناه مذكرة، ما قراش المذكرة لأن كما يعلم الجميع رفع الدعم على صندوق المقاصة كان حتى إلا اضطرينا، احنا ما كناش مضطرين، ما كناش مضطرين أبدا. وما يجيش قلنا أن نلقى الوضعية هكذا، لنعرف الوضعية هكذا ما يتحملش ذاك المسؤولية، تياخذ الماندا تيعجبو الحال، تركب في المرسيدس تيعجبو الحال، جالس لك في رئاسة الحكومة وتدير اللي بغا تيعجبو الحال. ولكن أنا لقيت الوضع هكذا، أنا جبنا كتلك الوضع هكذا وسلبنا بهذا الكلام اللي تتقولوا هو إشاعة، وجيتي باش تنقد الوضع، أنت ما جيتيش تزيد تأزم البلاد. إذا احنا رأينا عطينا، قلنا له شحال ديال الضرائب في هاد المحروقات بالضبط؟ ليسانس تاع 6 دراهم على بلادنا، المازوت 5 دراهم والباقي كله ضرائب. كان هو كون كان تيبغي هذا الشعب على الاقل هو ينقص 50% من الضرائب والشعب يزيد واحد 20% ولا 50%، وما تكونش هذه الاثمنه اللي تترهق كاهل الشعب المغربي. علاش انت واحد الماده اساسيه داير عليها الضريبه؟ تيفهمش هو هذا المنطق، تقول له هذا المنطق تيهز ينوض يقول لك اه باغي تطيح لي حكومتي، راجل مهووس بالمنصب. قلت له عده لقاء فقط هذاك الكرسي راه كله شوك وكله مصامير، تتجلس عليه وكل مرة تيدمك تدم ما غيبقاش في جلسة بالكير، جلس وعرف تدير، راه شوف غدا الشعب كيف غيسلم عليك. ما اليوم راك رئيس حكومة، كاين اللي غينافقك، كاين اللي غيجي يتصور معاك، ولكن راك رئيس حكومة تتصور مع رئيس الحكومة، ولكن تتصوروش مع الشخص. ولهذا هذا الشيء ما قبلوش عبد الإله بن كريم يتناقش معه. ربما يؤاخذ عليك انك كنت تقتسم معاه باسم التحالف الحكومي منصب رئيس الحكومه اللي تيقول هو انه حصل عليه بالاغلبيه ديالو في الانتخابات. شوف هذا موضوع الاغلبيه خصنا نناقشوه. اولا المشاركه كانت حدود 45%، 55 الشعب المغربي اللي مسجله الاضافه الغير مسجل صافي، 1,040,000 صوت اللي جاب، ماشي جاب، جابوا الوضع خارجي والحراك العربي والمغربي وأمل الشعب المغربي في التغيير الإيجابي. اليوم ماذا تغير في حياة المغاربة؟ الزيادة في الأسعار والزيادة في الضرائب والتقليص من الوظائف والكوارث اللي عاشها المغرب في هذا العهد عمره ما عاش. إذا ندمنا على انتخابات سابقة لأوانيا، ندمنا على واحد الدستور اللي لم يفعل لحد اليوم بعد مرور 3 سنوات، ندمنا على الخطاب السياسي في عهد عبد الإله بن كيران. إذن احنا كمعارضة لما تنهضروا، لا ما تنهضروش على الشخص، تنهضروا على رئيس الحكومة، تنهضروا على مدبر، على رجل حاكم ومازال حتى هو تيطعن، هو رجل حاكم ومازال تيطعن في طريقة تدبيره هو الراسه، هذا هو الخطير. ومن الناس الرأي العام ربما يسمع بحال هكا ما يقول هذا كلام ديال المعارضة، هذا حميد لا هذا كلام الواقع. لا لما يسمع المواطن ان ليسانس لا يجي رئيس الحكومه ويقولنا لا مازوت ما تيطيحش ب 6 دراهم ب 5 دراهم تيطيح اكثر، والمازوت ليسانس ما تيطيحش ب 6 دراهم تيطيح اكثر، يقولنا شحال الضرائب على هذا الشيء؟ هذا سؤال يكون لا هذا سؤال صريح، يمكن له غدا يسمعها في ميد راديو ويكذب ويجيب لنا الدلائل الاولى. الثانيه بالنسبه للدقيق المدعم، شنو وقع دابا في هذه المواد الاساسيه؟ احنا تنتناقشوا معاه في تعديل حكومي، شنو بغينا احنا في التعديل الحكومي؟ كاين في المذكره ديالنا، انا ما تنقولش كلام معارضه، انا تنقول الوثائق مذكره قراوها رجعوا لها. التعديل الحكومي قلنا نرفعوا من المستوى لمشاركه المراه لان كانت عار
جابين المغاربة أن امرأة واحدة داخل الحكومة. قلنا تقليص من عدد الوزراء ونشتغلوا على أقطاب حكومية، وهضرنا قلنا كل عدد من 11 ل 15، وقلنا كل قطب من الأقطاب يتحملوا حزب سياسي، لأننا احنا ما مندمجينش داخلش في اندماج. وحنا اقترحنا مادام عندنا وزارة الاقتصاد والمالية، القطب الاقتصادي والمالي حنا نتحملوا مسؤوليته، وإلا كان شي زيادة في الأسعار حزب الاستقلال اللي تعاقب عليها مع الشعب المغربي، وإلا كان شي زيادة في الضرائب حزب الاستقلال اللي تحاكم أمام الشعب المغربي، وإلا قلصنا بشي وظائف حزب الاستقلال، وإلا زنا في الطحين حزب الاستقلال ولا في الحليب ولا في دانون. اللي جاب الحل ساهل، ما تاكلوش دانون وسيروا صوبوا الراي، مش هذا رئيس الحكومة، تاكلوش دانون تضحك علينا. ولهذا إن جبنا لك هذا الاقتراح، ايوا استغل الفرصه وقول لك هاك ها القطب الاقتصادي، حنا عندنا ازمه ماليه واقتصاديه سيروا دبروها. والعيب والعار داك الساعه كنرجع حزب الاستقلال وزاد ريال في المازوت، ولا زاد ريال في ليسانس، ولا زاد ريال في الحليب، ولا في المواد الاساسيه. هذا الكلام اللي كتقول لنا السي حميد شباط، اذا شكون اللي منعه انه ما يقبلش هذا الشيء؟ غادي نعاود نرجع معك للاجتماعات ديال الاغلبيه. اييه كيفاش كانت كتتم؟ اجتماع الاغلبيه كنا لا عاود قلنا عاود تهضروا غير كمعارض. لا فين كتكون، فين كتكون الاجتماع؟ اولا في دار ديال السكن ديال رئيس الحكومه، السكن الوظيفي، الوظيفي في حي الاميرات. تندخلوا كاين اللي تيجي في ستاق القسم، كاين اللي تيجي في ستاق، كاين اللي تيكون عنده اشغال، لان الامناء العام كلهم وزراء، وهذا امر اللي حزب الاستقلال حسموه في المؤتمر السادس عشر. يمنع من يعني كليا يعني الامين العام يكون داخل الحكومه ولا شارك في الحكومة، إلا رئيس حكومة، لا رئيس حكومة أو وزير. وإلا دخل رئيس حكومة أو وزير تترك المجال الأخ من الإخوان في القيادة اللي يقود الحزب، لأن العمل السياسي إلى جانب الشعب شيء وتدبير الحكومة شيء آخر. طيب وصلتوا للدار ديال رئيس الحكومة. فوالا إذا تندخلوا تلقاو واحد الفوتو طبلة الليمن، طبلة كبيرة فيها جوج المتر، هذا هذاك جميع أنواع المأكولات. بصح راه جميع انواع المأكولات، من المهم كلش العسل، الزبده، الخير كله، الحرشه، الملاوي، البغرير، العصير، داكشي كله تنجلسوا تنضاك ماشي غير تن كل عنده شي حاجه تيقولها على ما تيجمع الاخوان، تمشي عاود صالون اخر، عاود طبله اخرى، عاود نفس المأكولات، نفس كليتو كليتو الطبله الاولى ولا لا؟ لا 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 كلا كلا واللي مفقوص راه مفقوص زيد. لا دابا خلينا ودابا تنقولوا تقولوا لنا كي تيدوز هذا الشيء ولا عاود نزيدوا شي حاجه اخرى؟ مزيان نفهموا، مزيان نعرفوا. عاود نفس المأكولات، نفس هذا. ذاك الساعه ذاك الوقت لقيت انا ذاك البنات اللي تي بنات مازال صغار تاهما الطبليات بويض، هنا دايرين هذا الرمز ديال العداله والتنميه مقر رئاسة الحكومة. هي وليتي وزعوا علينا داك الشيء، جايب انت وزع انا داك الساعه الاولى الثانيه، قلت لهم خوت فين راني انا؟ واش سكن وظيفي ولا حزب العداله والتنميه؟ انا تجي وفود اجنبيه، تجي احزاب، الخوت الامناء العام والسابقين، انتم هادشي عاجبكم؟ نديروا الوحده الميزان، وحده هذا 36 حزب، نجيبوا 36 بنت هنا ونديروا لهم 36 رمز ونتهناوا، لان هادشي ماشي معقول. درتها في تصريح في عده لقاءات الى بن كرام مباشره. لقاءات شوف لا ينصحك الى بن كرام اللي تتقول له تدير العكس، الا بغيتي شي حاجه يقول لك بيضه قول له كحله، ماشي صباح مؤكد. الا بغيتي تقول له كحله قول له بيضه، بغيتي تقول له بيضه قول له كحله، يعني العكس دائما، وتاخذ مسائل عكسيه. اذا تنجلسوا واحد شويه، الا بدينا في النقاش شي موضوع تيشدوا قبل ما تاخذ القرار، تيتشد يعني ساعة، لأن الشغل عندنا شي حاجة شي حاجة تمشي بحال هذا بدون اتخاذ أي قرار، بحيث حنا هاد الاجتماعات كلها دوزناها ودرنا المذكرة الأولى والثانية، وتنتفاجئوا أنه وقع رسالة مع صندوق النقد الدولي اللي فيها رفع الدعم على المواد الأساسية، يعني رفع الأسعار اللي تيلتزم مع البنك الدولي من أجل القروض اللي خداها، وهي خطيرة، لأن دعنا نهضروا على الرقم ديال القروض اللي وصلنا له، خطير عمره ما وصل في قاعة أي حكومة. فيه كذلك يوقف التوظيفات في الوظيفة العمومية، وحتى المناصب الشاغرة إثر وفاة أو تقاعد ممكن لا تمر إلا لو وقع رئيس الحكومة. الدقيق المدعم يتقلص شوية بشوية باش ما يبقاش، باش ينتهي السوق، وتتبع بجوج درهم غيدير له جوج درهم وثمانين الواقع.
بالإضافة لقرارات أخرى اللي هي خطيرة. وحنا مشاركين في الحكومة ولا علم لنا. ودرستي معنا قلنا لك نديروا حوار وطني، قلنا لك صندوق التقاعد المغربي للتقاعد نجمعوا الحركة النقابية وجميع الفاعلين، إلا يعني تيجي هو تيبلغك الخبر. وعمر وقع شي اصطدام بين كلين وشي اجتماع؟ نعم طبيعة الحال ولا غادي تخلي بالبارد أولا غادي تندخلوا تيبدا لك ملي تنجيو ندرسوا شي موضوع وداك التصريح، واشتو داك التصريح؟ شفتو داك الجريدة؟ شفتو هادي؟ السي عبد الإله ما جيناش هنا للتصريح، راه جينا نشوفوا شي المشاريع. دابا تتقول الأزمة، تتقول المشاكل، حنا فوقاش قلنا له الأزمة؟ حنا في إعداد الميزانية في 2012 فريق الاستقلالي راكم تبعتوا بلغ لستراز والحكومة ضد عضوة في الفريق الاستقلالي لأنه دار نقد موضوعي للميزانية. قالوا في البلاغ ديالو هذا فريق في التحالف الحكومي وتيدير نقد للحكومة. لا ماشي هذا، راه نقد ديال الأخوة، لأن حنا قلنا هذه الميزانية راه موصلة للمغرب للكوارث. وكذلك كان بعد 4 شهور الرابطة ديال الاقتصاديين في حزب الاستقلال تصريح اللي دار السي عادل الدويري، قال إلا بقينا في هذه الميزانية وما كانش تعديلات جوهرية وفي العمق راه غنوصلوا للحيط. وصلنا للحيط 3 شهور من بعد داك الشيء، جات قلنا راه وصلنا للأزمة. قلنا لك في نوفمبر، دابا تقولها لنا في فبراير عندنا الحلول. ما تيتسنيش لك الحلول، لا يستمع ولا يناقش ولا يشارك ولا يحاور رجل اللي فراسه فراسه، راه ما يمكنش تحاور معاه. وها هما الناس شاركوا حزب اخر ووزراء اخرين، يمكن تكون له الا كانت الجراه يقول لكم واش كاين شي الموسيقى عاوتاني حيت كثرنا الاقتصاد والازمه وصلنا للحيط نسمعوا شي. ولكن ان شاء الله في المستقبل غادي نعوضوا الشيء هذا الشيء. نسمعوا شي الموسيقى ونرجعوا لمواصله هذا الحديث الرمضاني مع حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال. إذا نعود إلى هذا الحديث الرمضاني في ضيافة سي حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال. قبل الفاصل يونس دفقير كنتي باغي تسول شي حاجة؟ نتابعوا تفاصيل الخلاف، نتابعوا هادشي مشوق ياك. نخرجوا بعض الكواليس. طيب اختلفتوا كثير في مجموعة الأمور ديال التدبير الحكومي، وقلتوا بأنه الاجتماعات كانت ما كتخدش فيها قرارات ورئيس الحكومة ما كانش كيسمع راسه. في أوج الخلاف بينك وبين بن كيران كان أيضا في اجتماعات معكم سي العنصر الأمين عام الحركة الشعبية ونبيل بن عبد الله. في هذا النقاش واش كنتوا كتحسوا أن حلفاء ديالكم جوج أقرب لبن كيران أو الأقرب لكم؟ ولا بغيتي تقول واش ما كانتش محاولة منهم للوساطة لنزع فتيل واحد التحالف اللي يلاه تشكل وكيبان أنه غادي في اتجاه التشتت؟ لا، هو أولا أي تحالف تتشكل حول واحد البرنامج، هذا البرنامج هو تعاقد ديال الأغلبية الحكومية مع الشعب المغربي. ما دام أن سنة مرت ولم ننفذ في البرنامج ولو نقطة واحدة، إذن علاش حنا متفقين؟ متفقين باش نكونوا وزراء؟ متفقين باش نكونوا في المناصب؟ متفقين ضد مصلحة الشعب وضد مصلحة أحزابنا؟ ما يمكنش. ولهذا بالنسبة إلي هادو أمناء أمينين عامين السي العنصر والسي نبيل بن عبد، هادو وزراء. إذا لما تتكلموا كوزراء أمام رئيس حكومة اللي يمكن له يقيلهم في أي مرحلة من المراحل. يعني ما كانوش كيحضروا اجتماعات. حميد صابط ما عندوش هاد العقدة نهائيا، لأن لست وزيرا ولن أكون وزيرا ولن أكون في حكومة عبد الله بكر كما ما كان نوعها. دابا شكون أنا معفى؟ أنا معفى لأنني ما يمكنش نكون داخل حكومة يكون الشغل ديالي والزيادة في الأسعار. طيب تكلمتي على خط أحمر، واش بان لكم أن بن كيران الهجيز ديالو يزيد؟ زعما حيت الناس بزاف ما غتفهمش اليوم هذا القضية، ما عمر قلتي لي داش السي عبد الإله هاجي، علاش باغي تزيد على الناس؟ علاش ما باغيش تخدم الناس؟ علاش هاد الأمور كلها اللي ما عجبكمش نتوما؟ لا، هاد الأسئلة كلها طرحت مذكرة تفصيلية يوم 30 مارس 2013 بالضبط. يوم 30 مارس 2013 درنا مذكرة موضحة هذه الأمور كلها، لأنه فاش جا بلغنا الأزمة قال المغرب في حاجة 27 مليار ديال الدرهم. جبنا له مذكرة مبنية على الحكامة في تدبير صندوق المقاصة، غير في نقطة واحدة تتوفر له 6 مليار ديال الدرهم. جبنا له الصناديق السوداء، جبنا له من كل قطاع يمكن له ياخذ بدون ما يمس الأسعار. وجمعنا تقريبا في هذه المذكرة اللي مازال عنده حوالي 42 مليار. تنقولوا كاع زولوا منا 15 مليار غتبقى بداك 30 مليار مثلا.
ولكن هو هذه المذكرة عمره ما قالت وصلت بمذكرة واجي نقشوها في التحالف الحكومي. اقترحنا عليه أن التقنيين ديالنا وديال الأحزاب الأربعة اللي هما اقتصاديين، كل حزب عنده أطر دياله، عندنا وزراء سابقين، عندنا اللي خلقوا أوراش كبرى، تهضروا على البرنامج الأخضر ولا الأزرق ولا البرنامج المخطط ديال الطرقات، الطرق السيارة، ولا هذه كلها مخططات كانت كبرى اللي جات من مبادرات. ولكن عمره ما بغى يعقد هذه اللجنة التقنية من الأحزاب، هما يناقشوا يعطيونا الحلول التقنية. المغرب كان في حاجة استرجاع الثقة، المستثمر خصو يرجع الثقة ديالو اللي فقدها مع صعود عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة، داك التصريحات والتهريج اللي كان، اللي ما كانش غادي في الاتجاه ديال إصلاح الأوضاع في البلاد. إذا هاد الثقة شنو كانت تخصها؟ كانت تخصها لقاءات مع المستثمرين. أول ما دار رئيس الحكومة هو العداء مع الحركة النقابية، العداء مع اتحاد العام للمقاولات المغربية، يعني مع السجان، العداء مع الأحزاب السياسية. سولوا الراجل عمره ما جمع الأحزاب المعارضة اللي عنده التداخل البرلماني. تصور أن السيد تنقلوا له تنزيل الدستور خصو يكون عليه واحد إجماع وطني، لأن كلنا شاركنا في إعداد الدستور. ليه شارك في إعداد الدستور؟ خصو يشارك في التنزيل دياله. هسا ثلاث سنوات مرات مازال ما نزلناش التنزيل الحقيقي للدستور. الدستور كنا تنشرحوا للناس باش قنعناهم يصوتوا أن الوزير ما بقاش عنده ذاك الامتياز القضائي، ولا بحاله بحال المواطن عادي تيمكن له تهوى يستدعى من طرف القاضي، وإلا دار شي جرم من الجرائم يمكن متابعته. مع تنزيل الدستور اليوم لما جاء رئيس الحكومة للبرلمان وبقى بالسب والقذف في القادة السياسيين، وقال في البرلمان أن هناك قيادات سياسية، أو يجيب على البرلمانيين وخصوصا البرلمانية حزب الاستقلال أن مهربين الأموال خارج المغرب وعندهم شقق وعمارات، مشينا للمحكمة، احنا التجئنا للمحكمة. هذه من شهر يناير إلى اليوم ونحن ننتظر بس عبد الإله بن كيران يجيب اللائحة ديال القادة ديال حزب الاستقلال وباقي الأحزاب اللي عنده أموال في الخارج، وحنا مستعدين هذه الأموال وضعها رهن إشارة سعد إلى بكنا باش يفك هذه الأزمة ديالو. لا عيت نقول لك زعما إذا لما تجيو لهذا الإنسان يسرح وتقول لك عندي اللائحة وتنعرف شكون وما يعطيش الأسماء للشعب المغربي، هنا فين الشعب حار، هنا ما بقاش ما عرف ما يتبع. كنتو خرجتو من الحكومة قبل ما تخرجوا؟ لا تقول لك حنا في الحكومة كانت قالها تصريح، واش ما عمرنا في الحكومة تنقول قلنا شكون هاد الوزارة اللي تتهضر عليهم، شكون هاد القادة، ولكن نبقاو نهضروا حنا خطاب المعارضة نقلناها لرئاسة الحكومة، راه ما يمكنش، ما يمكنش يبقى هادشي مقبول. عمر قلتي لي سير الإله يلا نشرب واحد القهوة أنا وياك الراس في الراس نتذكروا. شوف خلي كسر من الراس في الراس، اليتيم مازال عايش على قيد الحياة. سي يتيم اللي هو كاتب عام النقابة ديال العدالة والتنمية، النائب الأول للرئيس البرلمان، هو من ضمن اللائحة اللي خرجت أمريكا اللي تدعموا داعش دابا وهذا الصراع الآن للاقتتال ما بين المسلمين والمدعمين، مازال ما كذب لأن اللائحة خرجت مازال ما كذب. أول قلت له في الحوار الاجتماعي اللي كان مع السي عباس الفاسي كنا تنسقوا كاملين ومن الناس اللي ساهموا باش ينجح الحوار الاجتماعي انت السياسي. اليوم انتم تترأسوا الحكومة، النقابة اللي هي عندها واحد علاقة تاريخية وروحية مع حزب الاستقلال الاتحاد عام الشعب، لأن الكاتب العام ديالها واحد ربع ساعة مع السي عبد الإله بن كيران ورئيس الحكومة باش نعطيوها الخطوط العارضة كيفية تدبير الحوار الاجتماعي باش ينجح في المهمة ديالها. باش ينجح في المهمة ديالها باش تفيدوه في الأمور ياسر، كيفاش الطريقة باش يرقي الناس، الطريقة باش ينجح في صندوق المغربي للتقاعد في تدبيره حكمته، الطريقة باش يمكن له يفيد الاستثمار والاقتصاد الوطني، حيث أنا كنقابة بلا تغلق المعمل ما عنديش فين ندير النقابة، أنا مرتبط بالاقتصاد مرتبط بالاستثمار. واش قال سياتين؟ إذا سياتين براسه ما لقاش قضي واحد النهار، أنا ما لقيتش خمسة دقائق مع السعد إلهي، جالسين غير هو وباها ومعتصم جالسين تما مطلعين سراولهم زولين تقاشرهم جالسين بداك رئاسة الحكومة. واش كاين شي عمل؟ كاين شي هذا هو الواقع، الواقع الحكومة المغربية اليوم راه هو هذا،
إذا عمرو السياتي ما بقى براسو خمسة دقائق خصو السياتي معاود يجي ويقول هادشي لا ما كانش. السيد داير الشيخ والمريدين داخل الحزب ديالو بغا يديرها على الحكومة وعلى الشعب المغربي. الشعب المغربي عمرو ما كان مريد. الشعب المغربي عنده رأيه والمغربي حر في أفكاره وعندنا مواقفنا وعندنا استقلالية قرارنا، ولهذا ما يمكنش تدوب تربع الأحزاب في حزب واحد. لا حق لك، لا تاريخيا ولا نضاليا ولا ما نجيش قلنا الناس هنا ضلاص. حزب استقلال باش وصل لهاد المراتب ضحى بالشهداء وضحى بدمائهم وضحى بالمعتقلين والمغتربين، وهذا لي سنوات باش كون حزب. ولكن ثم سهل عليكم الله، جا واحد جات واحد الموجه وجابتكم الموجه وجابكم الشارع، احترموا هذا الشارع. طيب غتجي للحظه القطيعه، واش ممكن تعاود تركب لينا المجريات كيفاش كنت تتخذ القرار ديال الانسحاب من الحكومه؟ نظر المجلس الوطني قرار اولا خداه المجلس الوطني. مشيتي المجلس الوطني ما عارفش واش غيوقع زعما نهائيا. احنا بالنسبه لنا كان شهر افريل قبل المعتقل، عندنا جوج دورات المجلس الوطني، كان افريل وكان اكتوبر. اذا في اكتوبر قلنا مازال نقاش مع رئاسة الحكومة، يمكن يكون شي حل اللي هو تيناسب البلاد وانت غادي يستفد منه الشعب المغربي، اللي هو تنفيذ البرنامج الحكومي اللي اتفقنا عليه، اللي ما فيش مرة أخرى زيادة في الأسعار، ما فيش تقليص من الوظائف، وما فيش نزيدو في الطحين ولا نزيدو في الزبدة ولا في دانون ولا في، ما فيش في البرنامج الحكومي. وكان فيه وطبقوا غادي يقولوا هذا صوت عليه البرلمان، يعني الشعب، إذن هذا لا يلام. لكن هذا الشيء ما فيش. إذن مادام مازال قلنا وهذا الشيء نأخره تل الدورة ديال أفريل، وخلينا نقطة عالقة ديال مشاركتنا في الحكومة واتخاذ القرار. خلينا إذن تناقشنا نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل، أخرنا حتى 11 ماي باش يدوز باش نحاولوا ان الجو وداك المذكرات يتقرا. ما تقرات حتى مذكره وما كانت حتى جواب في ديك المرحله. لا شوف انا لا امين بالوساطه سي حميده، اقول لك اتصل بي لا ابدا ابدا. كانت بعض الجرائد تشير الوساطات، ما كاين حتى وسيط، كاين الناس اللي كانوا بغاو يديروا راسهم هما وسطاء ولكن بدون ان يتصلوا، حتى هادشي ما فيهش وساطه. هذا في احزاب مشاركه في الحكومه او في المعارضه. انا ماشي مرغم باش نكون انا تنكمل رئيس الحكومه، تنكمل له في حاله وحده، وما ماشي نشوفو يستغلوا لصالح الشعب وليس لصالح الحزب، وتيشتغل للوطن ماشي للتنظيم الدولي الاخواني. ماشي هو هذا، انا لا اؤمن بالتنظيم الدولي الخواجي، انا اؤمن بالوطن. اذا الفرق بيناتنا بدا جوهري في المبادئ. أي حزب إقلال مرجعيته إسلامية، ولكن إسلام الوسطية والاعتدال اللي هو المدار المالكي اللي ضد العنف وضد التطرف. ولكن الإخوان اليوم يتاجرون بالدين، تمشي للدار يقولوا صوت عليا أنا حزب الله أنا مسلم. هذا ماشي كلام، كلنا مسلمين. قل لي شنو غتأدي لهذا الشعب، شنو غتعطي. ولهذا احنا بالنسبة لنا هذا الخلاف سبب رئيس الحكومة، لأننا تفاجأنا فواحد التصريح عنده في الأمانة العامة ديالو، وقال لهم حزب الاستقلال شاباط بغى يطيح الحكومة ديالي وبغى ياخذ بلاصتي. أبدا، الدستور واضح، رئيس الحكومة من الحزب الأول. مادام أن الحزب الأول هو حزب العدالة والتنمية، إذا رئاسة الحكومة دائما عند حزب العدالة والتنمية. تنظن هنا فنجان الانتقام ديالو مسعد الدين العثماني، كذب على الأمانة العامة للحكومة ديالو. لا نكمل كذب على الأمانة العامة هذا باش يرخصوا له يمشي ينفتح على أحزاب أخرى اللي كانوا بالنسبة له أعداء، وعدة أوصاف أنا أستحي أنني نقولها في هذا المحفل. وباش يرخصوا له كذب على الناس ديالو، قال الحزب الاستقلال قلب عليا الطبلة. أبدا، احنا بالعكس، احنا قلنا عدد وزراء يتقلص، ما قلناش نوصلوا 39. احنا كنا تنقولوا وزراء ديال السياسيين الاحزاب السياسيه باش يكونوا ملتزمين مع الشعب. عمرنا ما كنا مع وزراء تكنوقراط اللي وليوا عاود قبل الدستور ديال 96. ولهذا احنا كنا واضحين في الرؤيه ديالنا، ولكن الرجل يتقن فن الكذب
وهذا واحد المرض معروف عند الأطباء يمكن نفسانيين اللي منهم السي سعد الدين العثماني، ومرض الكوداب. إنسان تيكذب وتتيق الكذبة ديالي، هذا هو الواقع. طيب ولكن هذا الحيثيات كلها إلى بغينا نسولو في استشارات، إلى أي حد قرر حزب الاستقلال انسحاب من الحكومة كان مؤثر في وقف القرارات الحكومية اللي تتقولها بأنها غير شعبية؟ لأن اللي كيتلاحظ في وسط المتابعين حزب الاستقلال هو أنهم بعد سنة تقريبا من الانسحاب ديالكم، الانسحاب ما كانش عنده شي تأثير على التوجه الحكومي. الأكثر من هذا كاين اللي كيلومكم بأنكم دخلتوا الحكومة في واحد البلوكاج ديال عام. خلوا البلاز بلوكاج. كانت النتائج ديالو هو هذا الشيء ديال ثقة المستثمرين، تأخر في إنزال القوانين التنظيمية، تأخر في تحضير الانتخابات. واش ما كتشوفوش أنه قرار كان بدون تأثير، والأكثر من هذا كانت عنده يعني مساهمة في خسائر أخرى فيما يتعلق بالنزيف الدستوري؟ لا أبدا. أولا فوقاش نسحب حزب الاستقلال من بعد الازمه الخانقه اللي عرفها المغرب، سحبنا احنا في يوليوز يعني قررنا، ولكن فوقاش تشكلت الحكومه حتى سبتمبر قبل دخول البرلمان قبل اكتوبر. ولكن عمليا اولا كانت توقعات الاتفاقيه مع صندوق النقد الدولي ديال هادشي اللي تنهضروا عليه كله، اللي اليوم المغرب سنويا تيقترض 65 مليار درهم سنويا، حكومة سي عباس الفاسي 12 مليار في السنة، 48 مليار في 4 سنوات، والأمور كانت بخير، والمغاربة واكلين شاربين موطفين كل شيء في أمان الله، والزيادة في الأجور والنقص من الضريبة على الداخل وعدة نقاط وتشجيع المستثمرين وما إلى ذلك، ما تمست لا زيادة في ضوء ولا في ماء ولا في مواد. إذن هذا خصنا نسجله وتنسجله باعتزاز. إذا حنا ما خرجنا حتى كانت الأزمة، علاش خرجنا من جات الأزمة؟ حيت حنا نبهنا الرئيس الحكومة وحنا في الحكومة أنه الميزانية اللي عطل ديال 2012 ما جابها حتى الجوان، يعني 6 شهور حنا خدامين بلا ميزانية، 6 شهور ديال السنة الأخيرة ما وزدنا مارشيات ما وزدنا، يعني عام كانت بيضاء 2012. لما تنقولوا نجيبوا الميزانية تيقولوا لنا لا حنا نديروها بطريقتنا وانتقالية وغتكون لفائدة الشعب، قاوت يلعبوا بداك الميزانيه تخربوا البلاد. حنا ماشي السبب، حنا يمكن داك الخرجه ديالنا كانت واحد الوسيله اللي عرف الشعب المغربي شكون هو رئيس الحكومه، انه اللي تيدعي انه ما عندهمش التحكم السلطويه وما باغين جاوش بغير المقاعد والمناصب جاو يخدموا البلاد، بان انه هذا خطير وخطا ما كاينش خطأ. كتبوا على الناس أنه البارح هما تيجيو للبرلمان وتيقولوا محاربة الفساد والمفسدين وتيتابعوا السي مزوار وتيتابعوا الناس اللي في السي بن سودا، في الأخير ولا السي مزوار رجل طيب وبخير، وتيقول للسي بن كيران أنا والله عمري ما قلت أنت، أنا ديما تنبغي وأنا معاك، أنت بغيت ندخل النهار الأول ماشي مع هذوك حزب الاستقلال، يمشي عاود الاتحاد الشراكي عاود يجلس معاهم ساعات طوال ويقول لهم عاود العكس اللي تيقول فيهم. يعني هاد العقلية اليوم فهمها الشعب المغربي، أنه هاد الناس ما باغينش داكشي اللي جا في الدستور الجديد، وداكشي علاش مؤخرينه؟ لأنكو كانوا يطبقوا الدستور الجديد شكون المسؤول عن الدستور؟ هو رئيس الحكومة. اليوم في الدستور شكون خصو ينزل الدستور؟ رئيس الحكومة. الملك جاب الدستور الجديد، ناقشوا الشعب المغربي صوت عليه، اليوم رئيس الحكومة اللي خصو ينزله، ماشي حزب داخل التحالف أو الأحزاب في المعارضة. والدليل هو اليوم هاد الانتخابات وهاد القوانين اللي جاتنا بها وزارة الداخلية اللي هي الجهوية اللي كنا تنهضروا عليها من ساعة شوية ولا نسوقوا متقدمة، ولكن اليوم مشروع القانون اللي جات الجهوية هي جهوية متأخرة ومتخلفة على الجهة الحالية اليوم. يعني الشعب المغربي ما ينتظرش شي نتيجة على الاقتصاد ديال الجهات أو التنمية ديال الجهات أو التعليم داخل الجهات أو الرياضة داخل الجهات في جميع المجالات، ما ينتظر الشعب المغربي. رجعنا إلى الوراء. شكون اللي مرجعنا إلى الوراء؟ رئيس الحكومة هو اللي رجعنا إلى الوراء. إذا اليوم حزب الاستقلال خرج هذه سنة من الحكومة، شنو قدم هذا رئيس الحكومة فيما يخص تنزيل الدستور؟ سنة من اللي خرجنا من الحكومة، شنو دار؟ كل شهر زيادة في الأسعار، وكل نهار أحيانا تتزاد في الأسعار بلا ما تكون في التلفزيون ولا في الأخبار، وكل مجلس حكومي
التعيين في المناصب السامية كفاءات كل أخوة من الإدارة تعيينه بالمحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة. هذا علاش طاحوا في هذه الورطة ديال الناس ما عارفين شنو هي الإدارة المغربية. إذا التقالة فقدوها المستثمرين في رئيس الحكومة، وشكون اللي تيمكن له يحافظ على الانسجام الحكومي أو يأثر على الانسجام الحكومي هو رئيس الحكومة. قلت له قبل لو وقع شي حاجة بالحكومة أنت المسؤول، حنا غير في جماعة تيكون معنا حزب عنده 3 ديال الأعضاء وأنت عندك 70 عضو تتعطي القيمة لذاك الأعضاء ولذاك الحزب وتتشاوره وتتاخذ برأيه، ولكن أنت عندك أحزاب وطنية تاريخية وانت جيتي إطر حادثة سير اللي وقعت في العالم فيها ضحايا بالملايين اليوم في العالم، وتجيب تحكم انت في هذه الأحزاب وفي هذا الوطن وفي هذا الشعب وتفقر الشعب وتجوع الشعب. الناس بالورام الفقر يزداد يوم من عن يوم. شباب تقول دائما أنا حزب العدالة والتنمية حزب انتهى، لماذا وكيف؟ لا شو ماشي حزب العدالة، أنا ما عنديش صراع مع حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية طريقة نشأته الظروف باش تحمل مسؤوليه في الحكومه معروفه لدى الجميع، ماشي في ظروف طبيعيه، هذا مولود غير طبيعي بالمره، وليس هناك وجود لحزب اسمه حزب العداله والتنميه. هناك حركه الاصلاح والتوحيد هي الذراع القوي وهي السند وهي هي الهيئه الناخبه القويه داخل حزب العداله والتنميه. حزب العداله والتنميه هو جزء من حركه الاصلاح والتوحيد. هذا هو الخطير، ما يحدث في مصر وما يحدث في العراق وما يحدث في سوريا ونفسه ما يحدث اليوم بطرق مختلفة.